مشاهدي جولة الصباح وين ما كنتوا داخل سوريا أو خارج سوريا، وكل سنة وأمهاتنا سالمات أكيد أينما كنا في أي بقعة في هذا العالم، أكيد بنعايد عليهم وبنقول لهم كل سنة هوني سالمين. يسعد صباحك. يسعد صباحك سونيا، وأكيد أنا بدي أعايد على والدتك كل سنة وهي سالمة. وأنت سالمة رب والدتك أكيد إن شاء الله، وكل سنة وأنت سالمة. طبعا أكيد مثل ما قالت سونيا اليوم في حلقة خاصة بخصوص عيد الأم، أكيد بدنا نعايد على كل أم سورية وأيضاً كل أم عربية، أم الثائر، أم الشهيد، نعم. أم المعتقل وأيضاً أمنا سوريا كلنا. اليوم في عنا عدة فقرات، كمان بدنا نحكي عن أنه الصليب الأحمر يقول بأن 7,800,000 شخص في سوريا وصلوا لمرحلة الفقر المدقع. سوريا هاني في المرتبة 9 عربياً باحتياطي الذهب وسعره يحلق محلياً. نعم، وبمناسبة عيد الأم أيضاً ستكون معنا خلساء الثورة السورية السيدة حسنة الحريري. سنتحدث أيضاً عن دور منظمة جيرسي لتمويل المشاريع في العملية أو في عملية إيصال المساعدات للجنوب السوري، خليكم معنا. مشاهدينا مثل العادة بنبدأ أولى فقراتنا اليوم بأحوال الطقس.
المناطق السورية هاني تحت تأثير المنخفض الجوي المؤثر في طبقات الجو كافة، حيث يكون الجو غائما إلى غائم جزئيا في غالبية المناطق السورية، كما وتتهيأ الفرصة لهطول زخات متفرقة من الأمطار فوق المناطق الجبلية وزخات محلية على أجزاء من مرتفعات القلمون. نعم سونيا، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة وتثير الغبار أحيانا في المناطق الوسطى والجزيرة، وتبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة بحوالي من 4 لدرجتين مئوية، ويكون البحر متوسط ارتفاع الموج. مشاهدينا خلينا هلأ نتوقف ونشوف سوا درجات الحرارة في المدن السورية وعدد من العواصم العربية. مشاهدينا بننتقل لأخبار المجتمع السوري. نبدأ أولى أخبارنا مشاهدينا، حيث قدمت عائلة اللاجئ السوري أحمد المطلب درع شكر للكنائس التي دعمتها خلال رحلة قدومها إلى كندا تقديرا لجهودها في دعم اللاجئين السوريين. جاء ذلك خلال حفلة تكريم حضره أغلب ممثلي الكنائس في مدينة لندن أونتاريو، إضافة إلى مسؤول كل الكنائس في المدينة روبرت بارون. وقال بارون في تصريحات صحفية أن عدة كنائس وحدت جهودها لدعم العوائل السورية اللاجئة إلى كندا، لافتا إلى مشاركة 25 كنيسة في المدينة لدعم البرنامج الذي أعدته حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو. وأكد بارون أن المجتمع المسلم والمسيحي في المدينة يعمل سوية لمساعدة اللاجئين على بداية حياتهم في كندا والاندماج مع المجتمع الجديد، فأبواب الكنائس والمساجد مفتوحة للكل ونحن نعمل سوية على تحقيق هذا الغرض. أكد مرصد العدالة من أجل الحياة في دير الزور أن معظم المساعدات الأممية لم تصل للمحاصرين في دير الزور، حيث سقطت المظلات في مناطق يصعب الوصول إليها، ولم تتمكن فرق الهلال الأحمر من استقبال سوى بضع طرود تحتوي على مادة زيت الطبخ الذي لم يعد بالنفع على المحاصرين بسبب ندرة الوقود وعدم قدرة المدنيين للوصول لأماكن تتوفر فيها مادة الحطب، في حين أن أهم المواد التي يجب إدخالها على الفور هي حليب الأطفال، المواد الغذائية القابلة للاستهلاك البشري المباشر، كما تحتاج هذه الأحياء وبشكل عاجل إلى أدوية الأمراض المزمنة كالأنسولين وعلاج مرضى ضغط الدم وأمراض القلب والقصور الكلوي. دعا حزب الخضر النمساوي نائبا بالبرلمان إلى تقديم استقالته بعد أن شبه اللاجئين بالإنسان البدائي. جاء ذلك بعد تصريحات مناهضة للاجئين أطلقها النائب روبرت لوغار في البرلمان النمساوي الأسبوع الماضي.
قال فيها أن معظم اللاجئين غير متعلمين ومتعصبين دينياً ويستحيل اندماجهم على حد تعبيره، فيما قوبلت تصريحات لوغارد باستياء الكثير من النشطاء والسياسيين في النمسا وطالبوا باستقالته فوراً من البرلمان، وأكدوا على احترام دولتهم لحقوق الإنسان واتفاقيات اللاجئين. وشكلت النمسا معبران بشكل أساسي إلى ألمانيا بالنسبة للاجئين والمهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا، ولكنها استوعبت عددا مماثلا من طالبي اللجوء بالنسبة لعدد سكانها الأقل بكثير. شو هاني بالنسبة لهيك أخبار؟ يعني لمتى رح نبقى نشوف لحد هالوقت دول متحضرة متقدمة تنتهك حقوق الإنسان أو تتصرف بهذه الطريقة؟ حتى يعني نحكي عن مجلس نواب، نعم تصرف يعني فردي من أشخاص لكن يسيء، ويعني يعني قديه بيأثر على نفسية اللاجئين. نعم دائما لما يكون في بعض الدول تخرج أصوات عنصرية، حتى كان في المجتمع الغربي هو مجتمع مثل أي مجتمع آخر للأسف. إذا نكمل أخبارنا في أخبار المجتمع السوري. نشرت إحدى القنوات الألمانية استطلاعا للرأي أجرته مع المواطنين في الشارع عن الوضع في سوريا، دعونا نتابع. سوريا أوكي Gewalt, Armut. Also mir fällt da ein, dass der Bürgerkrieg herrscht und es den Leuten dort einfach nur scheiße geht. Und fällt mir halt die ganze Flüchtlingswelle ein und das Leid von den Menschen dort. Katastrophe. Menschenkatastrophe. Notwendige Hilfe. Islamismus. Flüchtlinge und Krieg. Das Wahlproblem jetzt gerade, die Wahlniederlage der CDU beispielsweise jetzt, die sicherlich damit verbunden ist. Dass dort ein Krieg herrscht und ein Völkerrechtsbruch stattfindet. Viel. Also ich habe selber in einem Flüchtlingsheim gearbeitet. Das heißt, ich hatte viele Flüchtlinge aus Syrien. Und es sind Menschen, die haben nichts und geben eigentlich noch von dem nichts, was sie schon eh nicht haben, geben sie noch was ab. Ungerechtigkeit, keine menschliche, herzliche Benehmen von der ganzen Welt und leidende Kinder und Frauen. Elend. War. Poor people. Vertreibung. Tod. A different culture, but I think that we're all the same, so nothing special. It's the same if you say Syria, Germany or United States. It's all the same for me. يعني هي اخر وحده حكت اكثر وحده منطق من بيناتهم، بس لاحظت هذا الرجال الكبير بالعمر اللي مو عارفان شيء اللي قاعد. نعم، وكمان انه قد ايه يعني بيأثر اثرت صوره سوريا حاليا خلال 5 سنوات حتى الان، هذا ما انعكس عن سوريا. لهيك برنامج مثلا جولة الصباح، نحن أنا كثير سعيدة في هذا البرنامج اللي بنعرض فيه الإشراق، الأمل، التفاؤل، الصور الإيجابية. هذه سوريا الرائعة والجميلة، نتمنى دائما أنكم تشوفوها، تابعونا دائما لحتى تشوفوا هالصورة الحلوة. أكيد لأنه دائما مثل ما حكيتي بنسلط الضوء على نجاحات للسوريين. نعم. إن كان بالداخل ولا بالخارج. لوين بنروح سونيا؟ سننتقل لأخبارنا الاقتصادية. قالت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا ماريان جاسر أن هناك حاجة ملحة لزيادة كميات المساعدات الغذائية وغيرها، وخاصة لمراكز اللجوء وبعض المناطق التي أصابها الضرر، وأن هناك 7,800,000 شخص في سوريا وصلوا لمرحلة الفقر المدقع حسب الدراسات الأخيرة. وأشارت إلى أن 9,000,000 شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية، وهذا يتطلب الاستمرار في تقديم السلال الغذائية. وأضافت جاسر أن البعثة وسعت أعمالها في سوريا منذ بداية الأزمة، وخاصة في عام 2012 مع الشريك الأساسي الهلال الأحمر، حيث تم افتتاح مكتب رئيسي في مدينة دمشق ومكاتب فرعية في حلب وحمص وطرطوس، وبعدها أيضا في ريف دمشق ودرعا وسويدا. قال
أزالت وزارة الكهرباء التابعة للنظام إن انخفاضاً في كميات الغاز الواردة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية واللازمة لتشغيلها حصل نتيجة عطل فني في إحدى محطات تخفيض ضغوط الغاز. بحسب بيان للوزارة، فقد أدى هذا الانخفاض في واردات الغاز إلى توقف قسم من مجموعات التوليد عن العمل وانخفاض الاستطاعة المولدة بنسبة 40% من الاستطاعة المتاحة في محافظات المنطقة الجنوبية دمشق، ريف دمشق، درعا، سويدا، القنيطرة، بالإضافة لمحافظة حمص، ما تسبب في زيادة ملحوظة بساعات التقنين الكهربائي في هذه المحافظات. احتلت سوريا المرتبة التاسعة في ترتيب الدول العربية من حيث احتياطات الذهب بحسب بيان صادر عن مجلس الذهب العالمي. وأعلن بيان المجلس أن سوريا تملك 25 طن من الذهب، محتلة المرتبة التاسعة عربيا على مستوى الدول العربية، والتي تصدرتها المملكة العربية السعودية ب 322 طن من الذهب، وهي في المرتبة 16 عالميا. ويأتي التصنيف في وقت وصل فيه سعر غرام الذهب في سوريا إلى أسعار قياسية، إذ بلغ سعر الغرام عيار 21 تقريبا إلى 16800 ليرة سورية، مرتفعا أكثر من 1000 ليرة سورية عن الأسبوع الماضي. تعيش الغوطة الشرقية هدوءا نسبيا بعد سريان هش للهدنة في سوريا، ما حسن من الظروف الاجتماعية ومن حركة البيع والشراء التي رفعت بدورها أسعار العقارات كالأراضي والشقق السكنية بشكل ملحوظ وسريع. عزا أحد مالكي مكاتب العقارات في مدينة دوما ارتفاع الأسعار في الوقت الراهن إلى الطلب المتزايد على الشقق السكنية والمنازل والأراضي بعد انخفاض معدل القصف والغارات بشكل ملحوظ على مدن وبلدات الغوطة، ما أدى إلى نشاط حركة البيع والشراء بعد أن ركدت في وقت سابق على حد وصفها. أوضح أيضا أن سعر العقار الذي كان قبل الهدنة بقيمة مليون ليرة سورية ارتفع ليصل إلى 4 أو 5 ملايين على اختلاف أنواعه بين شقق سكنية، محال تجارية وأراضي. والآن مشاهدينا مع آخر أسعار صرف العملات وسعر الذهب. هاني وين رح نروح؟ هنروح على زملائنا براديو أوريانت. صباح الخير عمر ولارا. صباح الخير عمر ولارا. صباح الخير سونيا وهاني. كل سنة وانت سالمة لارا. وانت سالمة يا ربي حبيبي. بعيد الأم يا ربي. كل سنة وانت سالمة لارا. وانت كمان وانت لازم سالمين. عايدك. حبيبي تسلموني يا رب. في نقطة كتير مهمة ما حكينا عنها. هي نقطة انه قبل يومين كان في عيد الإذاعة. مظبوط. هي الإذاعة إذاعة راديو أورينت ولدت ب 18 آذار بالثورة يوم الثورة السورية يعني، فكل سنة وأنتم سالمين كمان بخصوص هذا الشيء. راديو صار عمره سنتين هلا يمكن. شو اليوم عندكم عمر ولارا موضوعكم؟ طبعا اليوم سونيا مثل ما بنعرف كلياتنا اليوم في يعني نحن بنحتفل بمناسبة كتير كتير حلوة، نحن نعيد كل الأمهات السوريات وكل أمهات المعتقلين والشهداء ونقولهم كل عام وهن بخير يا ربي. اليوم عنا فيك تقولي إنه بالساعة الثانية في عنا كتير من الاتصالات. راح نحكي مع كتير من الأمهات ليعيدوا وليوصلوا كلمتهم، وحتى رح نحكي كمان مع الشباب ومع الصبايا ليعيدوا أمهاتهم عبر راديو أوريانت. ونحن منعيد على كل الأمهات اللي عم يسمعوا صح النوم سوريا ومعكم الهواء. تفضلوا. شكرا شكرا لكم. يعني حقيقة اليوم مميز يعني إيه مستمعين
راديو أورينت ومشاهدين جولة الصباح، حاولوا تسمعونا هيك بين الحين والآخر بالساعة الثانية، لأنه عن جد رح تكون حلقة كثير كثير مميزة. بتعرفي شو، ما بدي أقرأ البرامج اليوم، مثل ما رح أقرأهم للبرامج، لأنه خلينا هيك ناخد وقتنا اليوم بموضوع عيد الأم. يعني في أغلى من الأم، وفي أغلى من هالمناسبة، وطبعا ما لازم تكون بس يوم. إيه؟ هلأ الناس، في ناس بيتذكروا اليوم بنعيد وبنجيب لها هدية وبنجيب لها كم وردة وخلص، بس هو كل يوم، لا كل يوم لازم هذا، طبعا مو كل يوم غسالة او كذا من هدول الهدايا، لا اكيد لا، كل يوم يا عمر بكفي انه نفيق على ابتسامة ونفيق. انت قلت قبل ما نطلع الهواء يعني بجولة الصباح، قلت اللي امه موجودة حده اليوم في الصبح ويسلم عليها يبوسها. انت لو قمت كل يوم الصبح بوستها لامك، بيكون كتير 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 يعني شيء جميل وشيء رائع بالفعل عمر، لانه هي مناسبة كتير حلوة. اليوم نحنا حبينا نقرب كل بعيد، يعني في كتير من الصبايا وكتير من الشباب وكتير من حتى الأمهات اللي عم بيسمعونا ببرنامج صح إنهم سوريا، صحيح، بعاد عن بعضهم، يلي بنتها بعيدة عنا، يلي ابنها بعيد عنا، يلي هي بعيدة عن أمها. فمبارح قعدنا ساعات، اخترناهم ليكونوا معنا اليوم بالساعة الثانية، نقربهم من بعض ونخليهم انا هي اللحظات عن جد هو اليوم كثير هيك في عاطفه يعني. ونخليهم يتقربوا من بعضهم ويعيدوا بعضهم ويحكوا يعني شو ما حابين يحكوا عبر راديو اورينت برنامج صح النوم سوريا، يخبروا ويحكوا. يعني نحن قد ما فينا نرسم الابتسامه والسعاده على وش على يعني وشوفهم على قد ما بنقدر. وهلا مبدئيا على التلفزيون رح عايد والدتي، طبعا كل عام انتي بخير ابو عمر، كل عام وهي بخير يا ربي والعمر كلياته، والدتك كل عام انت بخير يا هي المشكله بتصير فورا عاطفيه ومعن كمان ليكو بيعايد على والدته. وليش بتكتب كي؟ لا بدي طيب يلا خلونا ننتقل بنروح لفاصل يعني بطل ارفع حكي نفحر يا حيني والغروب، أين ابتساماتك الرطيبة تسمو بإشراقة الوجود؟ أمي يا الحبيب نفحر يا حيني والغروب، أين طبعا مشاهدينا ومستمعينا. يعني حتى انا وعمر قررنا انه ما نحكي اخبار اليوم، ناخذ مشاركات، لانه في كتير من المشاركات عم بيعيدوا امهاتهم. مهند من تركيا عم بيقول، مهند من تركيا صباح الخير عمر لارا، منوره لارا وكل سنه وانت سالمه، اذا انت ام شكرا كتير لك يا مهند، واذا لسه ما صرتي ام ان شاء الله عن قريب ان شاء الله يا ربي بس انا عندي بنوته. عبود يسعد صباحك يا عبود، عم بيقول صباح الخير صباح الحب والعطاء لكل أم، كل عام وأمهات سوريا بخير. أم حسين شكرا كثير لك يا أم حسين، وكل عام وأنت بألف خير. يوسف عم بيقول صباح الشوق لارا وعمر، طبعا هو عم بيقول أنه ما كان يشاركنا لأنه كان عنده امتحانات واشتقلنا كثير، وكل عام وبلدنا الأم سوريا طيب بخير. طيب خبرنا عن نتائج الامتحانات معناته
سوسن عم بتقول يسعد لي صباحكم يا ربي، كل عام وامي بخير، وكل عام ام شهيد بخير، وكل عام وام كل معتقل بخير، وكل عام وسوريا امنا الحبيبه بالف خير. يسعد لي صباحك يا ربي. ريم صباح صباح الياسمين لرب عمر، بدي عيد امي، وبدي اقول يعني بدها تقول كمان لكل ام شهيد كل عام هي بخير وسوريا الحبيبه بالف خير. رضا صباحه عيد مبارك يا احلى واغلى ام، شكرا كثير لك يا رضا. وعم بيقول يعني الله يرحم امه، الله يرحمها يا ربي، رحمة يا الله رحمه الله عليها. خالد عز الدين، خالد يسعد صباحك يا خالد. خالد عم بيصبح علينا، وكل عام وانت وامك وانا بدي اتذكر شغله بس بدي اعيد على حماتي كمان، كل سنه وانت سالمه يا حماتي. كمان ام غيث من الاردن، صباح الخير وكل عام وكل الامهات بالف خير. وهي هديه ماما الي، هي رابع عيد ام وانا بعيدها. ما عم بفهم، هي كلها هيك رساله داخله في بعضها. وطبعا هي عم بتقولي كمان عم بتعيد امها بالدموع. فنحن لا، اذا كانت امهاتنا كلياتهم موجودين معنا، الله يطول باعمارهم يا ربي. وهي مناسبه كثير حلوه ولازم نفرح فيها. صباح الخير لسوريا، تحياتي لفريق اوريانت، معكم الدكتور عصام. وكل عام وكل امهات سوريا بخير وانت بالف خير. طبعا عم يسمعنا من حما، احمد كمان من حما. لحظه شوي، راحت رساله احمد لاني فتحت رساله تانية. خلينا ناخذ محمود. محمود صباح الخير، يسعد صباحكم جميع الامهات وكل سنه وانتي بخير يا اغلى ام خالد محمود ابن حمص بدون رن، وعيد سعيد لجميع الامهات. خلونا مشاهدينا ننتقل للصور اللي اخترناهم انهم يكونوا معنا اليوم على شاشه اورينت نيوز. يلا سلم لي عادي وقل له اني بسلم عادي، بوس لي عيني وقل له اني ببوس عيني، انت يلي بتفهم علي. سلم لي عادي، سلم لي عادي وقل له اني بسلم عادي، طبعا شكرا للي عم بعطونا الصور اللي كتير حلوة طبعا، ويعطيكم ألف عافية. رح كمل المشاركات. آمنة من جسر الشغور عم بتعيد علينا كمان، عم تقول صباح الحب لكل الأمهات السوريات، كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنت بخير لارا، صباحكم أجمل. يلا عم بس عم تقول صباحكم أجمل من الزهور، صباح الخير لسوريا. وبعتت لنا صورة كتير كتير حلوة، فشكرا لك يا آمنة وكل عام وأنت بألف خير. أم حسام، ام محمد طلعت الناطب، صباح الخير، بصبح علي على لارا عمر، ويسعد لي صباحك يا ام محمد عم تسمعنا من هولندا. يسعد لي صباحك يا ربي واهلا وسهلا فيكي. ام ابو حسام صباحكم عسل، ويسعد صباحكم صباح الفل والياسمين، صباح الخير لك، يسعد صباحك يا ربي. كمان ام حسام، بدي عايد بنتي الوحيده سيمو، اليوم عيد ميلادها واول عيد بتكون بعيده عني، بدي اقولها كل عام وانت بالف خير، وكل عام وهي بنتي واختي ورفيقتي واحلى ورده بحياتي، بتمنى تقروا رسالتي. يا سلام. ان شاء الله يا ربي الله يطول لك بعمرها ويخليكم لبعض يا ام حسام. وهي قرينا رسالتك ان شاء الله تكون سمعتك يا ان شاء الله يا ربي. كمان السمر، سمر يسعد لي صباحك يا سمر واهلا وسهلا فيكي. وازهار من حمص، صباح الخير يا ازهار وكل عام وانت بخير. واسعد العلي من ليبيا، صباح الخير يا اسعد. بتعرف شو المشكله؟ انه يعني انا كل يوم بالجوله بقرا الاسماء، بس اليوم لا، بدهم يعني اقرا المعايدات.
يعني لازم افتح كل المعايدة. يعني اسعد عم بيقول يسعد لي صباحكم صباح الخير، وبدي اقول لامي كل عام وانتي بخير وصحه وعافيه، والله يخلي لي اياكي ويطول لي بعمرك. بتمنى لكل امهات سوريا الصحه والعافيه ويطول باعمارهم. يسعد صباحك يا اسعد، وشكرا كثير لك، وبتمنى يا رب تكون امك عم تسمعك ان شاء الله يا رب. بس اللي بتعرف اللي كمان بياخذ مني وقت هو لانكم عم بترنوا وبضطر اني افصل. كل عام وكل امهات سوريا بالف خير، معك جنيد محمد من لبنان. اهلا وسهلا فيك يا جنيد، طبعا هو اول مره بيشارك معنا. محمد يسعد صباحك يا محمد، وعم بيقول كل عام وكل الامهات بالف الف خير. معناته هلا راجعين على بالي انه انتقلنا لفاصل. فاصل ايه، نرجع للجوله. يلا خلينا نرجع لعند هاني وسونيا. سونيا عمر ولارا سمعينا يمكن احنا تاثرنا بشوي المسجات اللي كانت موجوده، وان شاء الله كل بعيد بيقرب وبرجع لحبابه وبشوفهم، واللي فقد واللي فقد والدته ايا كان ان شاء الله هو بيكون ان شاء الله الصبيه بتصير ام، بنشوفوا اطفالهم واطفالهم بيعايدوهم اكيد ان شاء الله بيتذكروا كل شيء حلو. طبعا سونيا وهاني ويسعد لي صباحكم يا ربي، وبدي ارجع عيد كل الامهات السوريات، وبدي ارجع عيد امنا سوريا كل عام وهي بالف الف خير يا ربي. كل سنه وانتم سالمين. كل عام وانتم بخير. شكرا لكم. شكرا مشاهدينا. هلا بدنا نروح لفقره الابراج اليوميه. نبدأ ببرج الحمل. مهنيا توقع بعض الارتباك والفضائح ومعلومات تذهلك وتجعلك تشعر بخيبة أمل، وتتجنب قدر الإمكان القرارات العشوائية. عاطفيا الشريك إلى جانبك، فمما تخاف حاول أن تستفيد من الوضع قدر المستطاع لتحقيق مكاسب طال انتظارها. أنا خفت على برج الحمل. ممكن الحظ يكون أحسن لبرج الثور. مهنيا انتبه لكل ما يجري حولك واجمع المعلومات وحاول أن تتوصل إلى نتائج واضحة، إنما بعيدا عن الالتباس والمشكلات. عاطفيا عامل الشريك بهدوء وعبر له عن أفكارك ونبهه إلى ضرورة الحذر من بعض المتربصين بكما شرا. أما برج الجوزاء تسعى وراء الاستقرار، تبحث عن أولوياتك وتبدو ثابتا في مواقفك ومغامرا ومتشبثا بآرائك مهما تعرضت للضغوط والمضايقة. عاطفيا تصطحب الحبيب في سفر، تعيش معه أجواء خيالية من التقارب والسحر والمغامرات. أما برج السرطان مهنيا تربح قضية أو تكسب جائزة مادية، وتميل إلى مناقشة قرض أو تمويل أو دعم أحد المشاريع التي تعلق عليه أملا كبيرا. عاطفيا تسوي الأمور وتنجح وتقع في الغرام وتصارح الشريك بنياتك ولا تكون متملقا معه. أما برج الأسد بعض التشنج مهنيا في علاقاتك واتصالاتك المهنية قد يغيب ابتداء من اليوم. أنت محاور لبق يحتاج القيمون على العمل إلى حضورك. عاطفيا عليك أن تكون أكثر حذرا في خياراتك المقبلة، وقد تظهر مطبات في وجه العلاقة تدوم بضعة أيام. أما برج العذراء مهنيا من الممكن أن تبيع عقارا أو تفكر في عملية بيع أو شراء أو استئجار مكان في هذه الأثناء بغية توسيع مشاريع العمل. عاطفيا تكمن قوتك في سرعة البديهة والقدرة على إقناع الشريك، ما يسهل عليك تحقيق علاقة ناجحة جدا. أما برج الميزان مهنيا تترك تأثيرا كبيرا عند الزملاء بسبب قدرتك على إقناع الآخرين بوجهة نظرك على الرغم من بعض الثغرات. عاطفيا لا تغامر في العلاقة التي حققتها أخيرا، فالأمور قد تنعكس عليك سلبا فتدفع ثمن اندفاعك غير المبرر. أما برج العقرب مهنيا ثمة ما يشير إلى إيجابيات واحتمالات النجاح، في حين يتكون لديك انطباع أن الأمور تسير بصورة صعبة. عاطفيا تفاجئك الأحداث بصورة إيجابية وتخلصك من مصاعبك وتقربك من الشريك وتجعله محور اهتماماتك وأولوياتك. أما برج القوس فأنصحك بتجنب المواجهة والنقاشات العقيمة مهنيا في العمل اليوم، لأن النتائج ستكون سلبية. انتظر بعض الوقت ريثما تهدأ الأمور والخواطر. عاطفيا تنتهز اليوم الكثير من الفرص الذهبية وتستغلها في مصلحة العلاقة بالشريك.
أما برج الجدي مهنيا تواجه خلال هذا اليوم الكثير من المنافسين في العمل، فكن حذرا ومستعدا لكل طارئ أو تلفيق قد يلجأ إليه أصحاب السوء. عاطفيا الضغوط التي تتعرض لها تجعلك تتصرف بقسوة مع الحبيب، فكن حنونا ولطيفا معه. يعني نصائح لبرج الجدي يا رب يا ريت يلتزم فيها. وشو صفات برج الجدي؟ هو بيكون قاسي؟ حدا قاسي؟ يعني شو قاسي؟ مندفع كثير اوقات بتصرفات، وهادي هادي بس اوقات بتحسه يعني حامي على الحامي بيعطيه لما بده يأذي حدا، فانه يعني خف شوي يا برج الجدي. لازم. برج الدلو مهنيا اذا اسندت اليك مهمه محدده عليك تنفيذها بصدق وامانه فهذا يكون في مصلحتك. عاطفيا معاملتك الجيده للشريك تكون لها انعكاسات ايجابيه وتلاحظ ذلك على وجهه. اما برج الحوت مهنيا قد تتلقى عرضا او تعرف لقاءات واعده جدا تكون بمثابه حافز مهم لتطوير ادائك. عاطفيا قد تواجه بعض الصعوبة في العلاقة العاطفية وربما تتعامل مع الشريك بشدة أو جفاء، فكن متيقظا لهذا الأمر. ومن الأبراج هاني رح نروح لفاصل وراجعين، لا تروحوا بعيد. سعد لي صباحكم مشاهدينا من جديد. هاني الآن معنا خنساء سوريا، يلقبونها بخنساء سوريا، إنها تفضل أن تطلق على نفسها أم الشهداء. حسنة الحريري استشهد 2 من أولادها على جبهات القتال، وزوجها وأسيرتها الثلاث اعتقلت 3 مرات لفترات طويلة شهدت فيها ما هو مروع. نعم سونيا تعمل اليوم في مجال الإغاثة للداخل السوري وأيضا في الأردن في مقر دارها بإربد. حسنة الحريري مثال لما تمر به المرأة السورية اليوم في عيد الأم تحديدا. دعونا نرحب الآن بخنساء حوران السيدة حسنة الحريري في الاستوديو. صباح الخير. يسعد صباحك يا رب. يسعد صباحك. صباح الخير. صباح النور. كل عام وانت بخير يا رب. انت بخير ان شاء الله. اليوم يوم الام وكل سنه وانت سالمه يا رب ويعطيك طولة العمر والصحه اكيد. ماذا تقولين لكل ام سوريه؟ السلام عليكم. انا بقول لكل ام سوريه انه احنا الامهات السوريات اثبتنا انه امات بكل معنى الكلمه، وكان عندنا القدرة كأمهات إنه نربي جيل اللي يكون عنده مبدأ وعنده صدق، وقدرنا نتحمل كل شيء صار، ولم يزل إحنا بنعلم أبنائنا وبنعلم بناتنا إنه القوة والثبات والصدق بهالدنيا هو الأساس. الأم السورية اثبتت للعالم انها أم قوية وقادرة تتحمل كل شيء، واحنا الحمد لله رب العالمين بنقول لأبنائنا احنا اللي علمناهم اياه هو الصحيح. وبقول لكل أم سورية ولكل أم شهيد ارفعي راسك وكوني قوية وكوني صلبة بوجه كل شيء بصير على السوريين. إحنا الأمات مطلوب مننا إنه نعلم ونعطي ونقوي كل واحد واقف على الأرض من أجل إحنا أمات، ولازم نكون هيك من أجل أمنا الكل. نعم. اللي هي السورية. سوريا. نعم. أمنا وطننا الغالي. وبقول لكل سوري طلع وهاجر انه لا ينسى انه له ام وادفى من حضنها ما فيه اللي هي سورية امنا كلنا، واحنا تعلمنا القوة وتعلمنا الشجاعة وتعلمنا الصبر
من سوريا البطلة. نعم ست حسنة، يعني مثل ما بنعرف لقبك هو خنساء حوران، ولكن أنت بتفضلي أنه يكون لقبك أم الشهداء. أنت مين فقدتي يعني بخلال ظروف الثورة والحرب في سوريا؟ نعم، أنا بداية الثورة كان اسمي أم الثوار. نعم. بس بعد ما اعتقلوني كمان صرت أم المعتقلين، ولما طلعت لقيت أولادي. نعم. وجوزي رايحين الله يرحمهم يا رب. وأنا لا تقول أني بحب أني أم الشهداء، بس لأنه أنا فقدت أولادي. أولادي مثل أولاد سوريا، يعني ما بزيدوا عنهم أبناء شيء. كل أبناء سوريا أولادك أم؟ أنا أم الشهداء، أم أولاد سوريا كلها. نعم. اللي استشهدوا، وأم المعتقلين اللي لم يزل موجودين بسجون النظام الظالم، وأم الأبطال اللي واقفين على الأرض. نعم. نعم. الآن هناك يعني كثير من الأمهات اللي عم يشوفونا وأولادهم واقفين الآن على جبهات القتال، على جبهات صامدين. شو بتحكي للأم الآن اللي عم بتشوف ابنها وممكن تخسره في أي لحظة؟ بقول للأمات السوريات اللي إلهن أولاد واقفين على أرض سوريا الطاهرة بوجه الظلم. نعم. ادعن لأولادكن، قون أولادكن مشان يرجعوا السوريين اللي شردوا ببلاد العالم على أرض سوريا. بقول للأم السورية لا تحزني ولا تزعلي إذا استشهد ابنك، هو استقبلته حياة جديدة أفضل من الحياة اللي إحنا فيها. إحنا لازم نضحي ولازم نقدم لبلدنا حتى نظل سوريين أحرار، عايشين بدون ظلم، عايشين بدون استبداد. إحنا الأمات إذا ضعفنا بنضعف الكل. صح. بس إحنا الأمات لازم نكون قويين ونقوي أولادنا اللي واقفين على الأرض، ونخاطب العالم ونشوف حالنا على العالم كله إنه إحنا ربينا أولاد ما بتخاف غير من رب العالمين، وما بتخاف من الموت. ربي يحفظكم جميعا. وإحنا مصرين نرجع بلد. ربي ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. كمان ست حسنة، يعني انت مريتي بتجربه كثير صعبه بالمعتقل واعتقلوك كذا كذا مره، يعني اليوم في كمان نفس الشيء امهات عم بتعاني لانه اولادها بالمعتقل، وبنفس الوقت في امهات كمان ايضا بالمعتقل وجابوا كمان. في انت مره قلتي لي قصه انه في نساء خلفت اولاد بالمعتقل. نعم نعم. شو بتحكي يعني، شو الرساله اللي ممكن توجهيها؟ هلا بوجه رسالة لكل أسرة سورية وكل أم سورية إلها معتقل أو معتقلة. إحنا عرفنا أن الشعب السوري شعب محتسب ومآمن بالقدر. بس أنا بحكي وبقول للسوريين اصبروا واحتسبوا، وبقول للي بيمثلوا الشعب السوري إنه خلي كلامهم بقوة بمطالبتهم بناتهم وأبنائهم اللي معتقلات النظام. وبندعي وبدعي كل أم سورية تدعي لكل أسير وكل سجين عند النظام إن الله سبحانه وتعالى يفرج عنه. آمين آمين. ويطلعوا بخير والسلام. نعم. ان شاء الله يا رب. ان نعم. شاء الله ان شاء الله. ام الشهداء شو بتقول للمراه السوريه الان؟ بنلاحظ يمكن المراه السوريه انظلمت، ما اخذت حقها. مراه كافحت وتحملت وصبرت لكن ما اخذت حقها. شو بنحكي عن هالمشهديه هاي؟ بتشوفي فعلا انها انظلمت ولا كيف؟ احنا اذا بدنا نحكي على الظلم، احنا مظلومين. نعم. من 40 45 سنه مظلوم. نعم. بس الان بالثوره بقول انه الام السوريه هي قامت ضد الظلم لانها انظلمت. وان شاء الله راح ننسى الظلم وراح ننسى كل شيء بيصير علينا، هين ننتصر ونرجع بلدنا. وهذاك الوقت ان شاء الله الظلم بيكون كان طريق لا
لحتى خلصنا من الظلم ذاته اللي كان مستبد بينا. وإحنا إن شاء الله النسوان السوريات والأمات السوريات بكون مدركات الموقف اللي هن فيه وبكون مفكرات مزبوط إنه إحنا لازم نتحمل مهما كان الظلم قاسي لابد يزول. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. ست حسناء، أنت مرة نطلب منك شهادة بمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من شان موضوع مشاهداتك خلال المعتقل وشو صار. صار متابعات بخصوص هذا الموضوع، يعني أنه بعدين تابعوا معك المجلس حقوق الإنسان ولا بس أخذوا شهادتك؟ هم إجوا علي أكثر من مرة وتابعوني، ومن فترة قصيرة جدا إجوا لعندي وبلغوني مرة إنه إحنا بدنا نبعث لك دعوة وتطلعي على أمريكا مشان الشهادة ذاته. بس كان جوابي إنه إذا ما كان بشار الأسد بالسجن طلعتي بدون معنى. إحنا بس قرار واضح من بشار الأسد وعصابته ويكون بالمحكمة ومطلوبة مننا شهادة، راح نطلع إحنا بدون ما يدعون. رب إن شاء الله بيبرد قلوب جميع أمهات سوريا اللي فقدوا، لأنه فعلا هو هذا المطلب. نشعر كيف ممكن الواحد يسمع هذا الكلام ولا يشعر ولا يعي؟ أمهات فقدنا تقريبا كل شيء، وخرجنا إلى بلدان اللجوء وتعرضنا لكل الضغوطات وتحملنا، وطبعا مشكورات على كل جهودكم. ونحن نتمنى من خلال أم الشهداء أنه كل نساء سوريا الآن وهم عم يسمعوا يشدوا الأزر ويربطوا الأحزمة، وكلياتنا نكون يد واحدة وأقوياء أكيد فيكي وبكل واحدة شبيهة لأم الشهداء. أم الشهداء لم تتوقف، اشتغلت بالعمل الإغاثي داخل سوريا لإغاثة اللاجئين السوريين وكمان لإغاثة السوريين داخل سوريا. نعرف شوي أكثر عن عملك بالمجال الإغاثي. بالمجال الإغاثي أنا ما يعني دافع كمرأة سورية وحاسة بالسوريين كلها، أنا بتابع كل شيء بخص الأرض السورية. ما بتقدري بس تقول الإغاثي، أنا بتابع الجريح لما بيجي. أنا متابع مرت الشهيد وأبناء الشهيد اللي وضعهم تعيس. أنا متابع كل مريض وكل جوعان وكل عريان إن شاء الله، وبنقدر نصل لناس تخاف الله ونقضي حاجاتهم. وبالنسبة للشباب السوريين اللي بيجوا من الأرض كمان أنا محطة لهم، بيجوا لعندي كلهم، ولما بدهم ينزلوا من الأردن بنزلوا من عندي. نعم. الشباب المجاهدين على الأرض كلها بتتواصل معي. حتى بتذكر قبل فترة عملتي كمان عملت دعوة نداء للفصائل كلياتها أن تتوحد، يعني حتى بتذكر طلعتي مثل بيان تم نشره. نعم، أنا كل فترة ببعث نداء للشباب، لأنهم الشباب على الأرض الحمد لله كله بقول له يمه، وأنا أمهم بسمعوا مني وبحاول أوجههم على النقطة اللي بتنفعهم. نعم. لأزمتهم الوحدة والمحبة والتماسك بيناتهم هو القوة. وحدتهم وقلوبهم على بعضهم محبتهم لبعضهم هي أقوى من سلاحهم. هو التماسك بين السوريين ببعضهم، يعملوا جدار صلب ما حدا يقدر يكسره، هو اللي بيوصلنا للنصر. ما حدا راح يقدر يخترقنا إن شاء الله. ومهما شفتوا على الأرض السورية خلافات ونزاعات وأي إشي بتشوفوه أو بتسمعوه، هو بلحظة بنتهي. صح. وإحنا كلنا مع بعض وبنحب بعض وإيدنا بيد بعض، وما في ثورة كانت ماشية مسار صح 100% إذا أصحابها ما صلحوها. ست حسناء، بدي أسألك هلأ هون، يعني بمناسبة عيد الأم أنت مريتي بتجربة كتير صعبة،
كيف قدرتي تتجاوزي يعني للأم السورية اليوم اللي ممكن عم بتعاني مثل ما حكينا قبل شوي من ابنها بالمعتقل أو ابنها شهيد؟ كيف أنت بهاي القوة ما شاء الله عليك كتير قوية، كيف قدرتي تتجاوزي؟ شو بتقولي للمرأة السورية نصائح أو أي كلمة منشان تتجاوز أي محنة ممكن تمر فيها؟ أنا من بدايات الثورة لما طلعنا كنا على قناعة اللي طالعين إحنا مشانه صح. كان عندي ابن منشق هو شاب حلو كثير وكنت شايف الدنيا كلها عبد الله. كنت أحبه كثير وشخصيته حلوة كثير. كان من أوائل الثوار اللي غار على عرضه وعلى بلده لأنه كان هو عسكري. إجا قائد اللواء تبعه وقال مين من درعة؟ رفعوا إيديهم شي 15 واحد، قال لهم أنتوا خونة، أنتوا هيك، بدنا نذبحكم، بدنا نخلص منكم، أنتوا عملاء لإسرائيل. كانت صايرة بالعمري بداية المظاهرات. نعم. خونونا من بدايته أنه حطونا فوق، إحنا مو أصحاب حق، كمان بدهم يطلعونا خاينين وبايعين بلدنا. بقى صار عندنا قناعة أنه عدونا مخططنا وإحنا لازم نكون قد المسؤولية اللي إحنا قررنا نمشي فيها. ولما إحنا قلنا طلعنا وقلنا يا الله ما لنا غيرك يا الله، لازم نكون أنه إحنا مع الله وشو ما إجي من الله إحنا نتقبله. بقى عبد الله اللي بقول لكم عنه هو أول شهيد كان عندي استشهد قدامي الله يرحمه. الله يرحمه. تركته بالأرض وسعفت شباب تسعى على مشفى الملك عبد الله بالأردن وما حضر دفنه. قديش كنت أحبه، بس لما شفت إنه لازم أني أتجاوز إنه ابني مات. نعم. أو ابني اعتقل أو صار علي أي إشي، لازم أكون أقوى مشان نظل بطريقنا، مشان عدونا ما يحس يوم الأيام إنه وين الضربة اللي بتوجعنا وبتضعفنا. إحنا خلينا يعرف إنه إحنا أولادنا لا راحوا احتسبنا، ونعرف إنهم راحوا لعند رب العالمين ومنقوى. الشهادة قوتنا والاعتقال قوانا. والظلم اللي بيمارسوا علينا ومهما استعان بناس تيجي وتساعدوا عذاب احنا، هو راح ينتهي هو وياهم. احنا هيك مهيئين حالنا وما احنا موقفين لا عند شهيد ولا عند معتقل ولا عند، والحمد لله ماشيين بطريقنا. ام الشهداء انت فخر، وكل ام سورية تعرضت لما تعرضتي له بنوجه لهم اجمل تحية. انتم تيجان على رؤوسنا اكيد، فخرنا كله فيكم ومنشد ظهرنا دائما فيكم. انتم القوة ومنكم ناخذ كل الحب والحنان اكيد. الله يطول بعمرك، واني بشكركم اللي بتعطونا فرصة نطلع ونحكي للام ولاولادنا وللعالم كله يسمع مين مات السوريات ومين اولادهم اللي على الارض، واحنا عم بدأنا واكيد ثابتين ان شاء الله. ولكم الف شكر ان شاء الله. وهاني قبل هالمره بيعرفني ومحترم ومشاركنا بقضيتنا ومشاركنا بمعاناتنا وبيجي بتطمن علينا. كلنا مشاركون معكم دائما. شكرا لك. شكرا كثير. شكرا كل الشكر. شكرا لوجودك معنا، كل عام وانت بالف خير وكل امهات سوريا. ولكم الف شكر. تسلمي يا رب. مشاهدينا فاصل قصير وراجعين. ومشاهدينا حاليا رح ننتقل لاسطنبول لنكون بجولة بموقع أورينت والزميل غسان ياسين. يسعد صباحك غسان، تفضل إليك الهواء. صباح الخير سونيا، صباح الخير هاني، لكل المشاهدين ولكل قراء أورينت نت. اسمح لي بداية عيد على كل أمهات، كل الأمهات بمناسبة عيد الأم، وتحديدا يعني أمهات الشهداء وأيضا أمهات المعتقلين. إن شاء الله يا رب السنة الجاية بيكون يعني عم نحتفل بخلاصنا وبكل خرجوا الكل من المعتقلات،
وبعيد على امي كمان بقول لها اليوم اسف ما قدرت اكون معك يعني، بس ان شاء الله عيد الجاي كمان بنكون رجعنا لحلب لبلدنا ان شاء الله. الحدث الابرز اللي حاليا عم بتناوله باوريت نت يعني مثل ما عم نتابع كلنا موضوع مباحثات جنيف التي الجوله الثانيه من جنيف 3، يعني كنا قد نشرنا حصلت اوريت نت عبر زملائنا الموجودين في جنيف مهند سيد علي وباكسيم وايضا بقيه الزملاء على تسريبات خاصه. اولا يعني حصلنا على وثيقه التي تقدم بها وفد النظام الى السيد ستيفن ديمستورا، طبعا وثيقه هي وثيقه فيها بنود هزليه، يستطيع النظام تقديم ما يشاء لكن بالنهايه ديمستورا وملتزم بجنيف بوثيق بتنفيذ يعني وتاكيد على ثوابت جنيف 1 و2 اي تشكيل هيئه حكم انتقاليه لا ليس كما يريد وفد النظام. ايضا في الامس يعني حصلت اوريت نت ايضا على الاسئله، على وثيقة فيها الأسئلة التي توجه بها السيد ستيفان ديمستورا حقيقة يعني توجه بها إلى وفدي النظام والمعارضة، نفس الأسئلة هي 28 سؤال تتعلق برؤية كل طرف أولا للحل الأمثل للمشكلة السورية أو المأساة السورية وأيضا رؤيتهم لسوريا المستقبل. يحاول السيد ستيفن ديمستورا عبر هذه الأسئلة التي حصلت أوريت نت على نسختها نسخة منها يعني ربما استمزاج آراء الطرفين، يعني هي بالنهاية أسئلة يستطيع قراء أوريت نت أيضا الدخول للموقع والاطلاع عليها بشكل مفصل أكثر، وأيضا نحاول رصد ما يحدث يعني في المنطقة عموما كما وخصوصا تداعيات تفجيرات اسطنبول. يعني في الأمس مثلا كان هناك المباراة الأشهر في تركيا، مباراة فريقي فنربهجة و غلطة سراي، لكن تم إلغاء المباراة. طبعا المباراة هي أهم مباراة في تركيا تحظى بالفريقين لديهم شعبية كبيرة، ونتيجة للتخوفات الأمنية وبعد تلقي يعني أجهزة الأمن ربما تحذيرات تفيد بوجود ربما بعض المحاولات من أجل يعني تفجير داخل الملعب أو ربما استغلال الازدحام في محيط الملعب، لذلك ارتأت السلطات الأمنية في تركيا إلغاء المباراة وتأجيلها. نعم. أيضا اليوم هناك إجراءات أمنية مشددة في عموم تركيا بسبب يعني عيد الأم الذي يصادف هو عيد النوروز لدى الأكراد، لذلك نعم. الوضع الأمني يعني نوعا ما تجديدات أمنية كبيرة هاني في تركيا. يعني اكيد نحن بنتمنى انه يعني يرجع الهدوء مره ثانيه لتركيا، كثير الانفجارات اللي صارت باسطنبول بانقره زعجتنا، واكيد الرحمه لكل الضحايا اللي سقطوا بهاي الانفجارات. زميلنا غسان ياسين شكرا كثير لك بالجوله السريعه اللي عملت لنا اياها في موقع اورينت نت، شكرا كثير لك. شكرا مشاهدينا، الان ننتقل لموجز اخبار العاشره من راديو اورينت والزميل هادي احمد، خليكم معنا. الأخبار من راديو أورينت على رأس الساعة ونشرات تفصيلية متتالية. العاشرة بتوقيت دمشق، موجز لأهم الأنباء من راديو أورينت، يقرأه عليكم هادي أحمد. المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا يلتقي اليوم بوفد النظام إلى مباحثات جنيف، والمعارضة السورية تعلن إرجاء لقائها مع ديمستورا إلى يوم غد الثلاثاء. تنظيم الدولة يشن هجوما بالقرب من منطقة الشيخ نجار بريف حلب على مواقع قوات النظام، تنتهي بسيطرة التنظيم على قرية كفر صغير والتقدم باتجاه المدينة الصناعية ومقتل ما يزيد عن 10 عناصر من قوات النظام. رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالاس يقول إن أكثر من 600 شخص غادروا فرنسا إلى سوريا والعراق، وأن هناك 800 آخرين يريدون المغادرة للانضمام إلى تنظيم الدولة. حالة استنفار أمني تسري في أنحاء تركيا بحثا عن 3 أشخاص ينتمون لتنظيم الدولة، ويشتبه في أنهم على صلة بالتفجير الأخير في اسطنبول. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول أن بلاده ستستفيد من الطاقات الموجودة من السوريين وستمنحهم الجنسية التركية.
هيئة علماء المسلمين في العراق تقول إن التحالف الدولي قتل وجرح المئات من أعضاء هيئة التدريس والطلبة والمدنيين عند قصف طائراته بصواريخ شديدة التدمير جامعة الموصل ومنطقة المجموعة الثقافية. في الختام يمكنكم الاستماع إلينا في العاصمة دمشق عبر التردد 96.5 وأيضا في الحسكة والقامشلي على التردد 95.8. هذه عودة بكم إلى برنامجي صح النوم سوريا وجولة الصباح، إلى اللقاء.